بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بحضراتكم. بنواصل الحديث عن الراديال بيزس فانكشن. اليوم إن شاء الله هنشوف من خلال الماثيماتيكال موديل الخاص بالإكويشن بتاعت الراديال بيزس فانكشن، هنشوف بارامتر مهم جدا اسمه الجاما بارامتر، وهنبحث في علاقته بالأوفر فيتنج والأندر فيتنج. زي ما حضراتكم شفتم البرونوميال كيرنل وشفنا الراديال بيزس فانكشن كيرنل، في كمان كيرنل مختصه في بعض التطبيقات دي بيتقال عليها سبيشاليزد كيرنل. ثم هنشوف نيوميريكال اكزامبل بسيط كده، يعني هاندي اكزامبل، من خلال الحل بالايد كده هنقدر نشوف داتا سيت بسيطه نوت لينيرلي سيبرابل داتا سيت، ومن خلال السيميلاريتي فانكشن او من خلال الراديال بيزس فانكشن يتم تحويلها بصوره ما الى linearly separable dataset. كمان هنتطرق الى الكودينج الخاص بالراديال بيزس فانكشن. القصه دلوقتي ان عند حضرتك اكتر من باكج واكتر من الجوريثم بتتيح ليك ان انت تشتغل بالسبورت فيكتور ماشين، سواء كان في كيرنل او ما فيهوش، ولو في بولينوميال كيرنل او الراديال بيزس فانكشن، مع وجود كمان اكتر من باكج بتدعم السبورت فيكتور ماشين، فحضرتك هتبقى في مجموعه من الخيارات لابد ان تختار انسبها للتطبيق اللي مع حضرتك. يعني يا ترى الكمبيوتيشنال كومبليكستي عامله ايه، يا ترى كمان السكيلينج بتاعها، يا ترى محتاجه فيتشر سكيلينج ولا مش محتاجه، يا ترى السرعه بتاعتها عامله ايه. دي كلها لابد ان انت تحكمها بشكل ما، هل الداتا سيت بتاعتك كبيره ولا صغيره. لابد ان من خلال مثل هذه الاشياء ان انا بختار انسب الجوريثم عشان اقدر اعمل بيه سبورت فيكتور ماشين، ودي هنشوفها في خلال اليوز كيسز. طبعا زي ما حضراتكم عارفين ان السبورت فيكتور ماشين هو في الاساس كلاسيفاير، لكن ممكن اشتغل بيه ان هو يعمل مين، يعمل ريجريشن. هنشوف الكلام ده من خلال الموديل الخاص بيه. طيب ماثيماتيكالي الراديال بيزس فانكشن هي الايكويشن الاكسبوننشال اللي قدام حضرتك دي، طبعا حيث السي ده هو السنتر، اوكي، او اللاند مارك اللي حواليه الجاوس، تمام، او اي انبوت فيكتور، والاكس هو الانبوت فيكتور الاخر. فهنا بجيب الديستانس وبجيب اليوكليديان ديستانس بين الاكس وبين السي، ثم بعمل لها سكويرنج. والجاما ده هايبر باراميتر، يعني المفروض ان اعمل له ان انا افكس قيمه لمعينه او اعمل له سيتنج قبل ما ابدا تريننج، وده بيكنترول الويتس بتاع الراديال بيزس فانكشن، تمام. وطبعا واضح من المعادله دي ان كل ما جاما قلت هتلاقي ان الجاوس بتاعتك بقت مفلطحه، بقت سموث وبتمتد مسافه كبيره. اما لو كانت الجاما بتاعت حضرتك صغيره فده معناه، طبعا الجاما، انا اسف، الجاما لو كانت انا اسف لو قلت الجاما دي لو كانت صغيره هتلاقي ان الكيرف بيبقى مفلطح شويه، تمام، بياخد وقت ان هو يعمل اتنويت وينزل، تمام. اما لو كانت الجاما كبيره هتلاقي الداله بتاعتك بتنزل للصفر قريب وسريعه جدا، وطبعا واضح من السكيل من هنا، تمام، ان حضرتك عارف ان اي اس ماينس ما لا نهايه بيساوي صفر، فكل المقدار ده مكان كبير كل ما الداله قربت للصفر بسرعه، وبالتالي الداله بتنزل بسرعه تدريجيه بسرعه. اما لو كانت الجاما دي قليله هتلاقي ان الجاوس بتاعتك بقت مفلطحه بشكل ما، او بتاخد وقت كبير جدا عشان توصل للصفر، تمام كده. طبعا عشان توصل للقيمه الخاصه بالجاما دي لابد ان تعمل كروس فاليديشن عشان تجيب القيمه الامثل، وزي ما قلنا الجاما بتاعتك بتعمل سكيل للسكويرد ديستانس، وبالتالي بتعمل سكيل للانفلونس بتاع نقطه على الديسيجن باوندري. طبعا الجاما دي بتلعب دور كبير جدا في زي ما قلت الانفلونس، تاثير او الامباكت بتاع سنجل تريننج اكزامبل على مين، على الديسيجن باوندري. وطبعا تقدر تشوف حضرتك راديال بيزس فانكشن كتير جدا بشكل ما، واحده موجوده عند كل نقطه، تمام، منهم اللي بيرفع البلين عند نقطه معينه، ومنهم بيعمل نارو سيرفيس، وفي بعضهم بيعمل وايد سيرفيس. زي ما انت شايف كده لو الجاما بتاعته صغيره هتلاقي ان الكيرف بقى مفلطح وبياخد وقت كبير قوي لما ينزل للاخر، لو ميديوم شويه القبه دي تبدا تضيق شويه، لكن لو لارج تلاقيها عامله كده بالشكل ده، تمام. طبعا لما الجاما بتاعتي بتبقى صغيره هيبقى السيرفيس بتاعي فيري وايد، هيبقى عريض جدا مع كده، ولما تكون كبيره الجاما السيرفيس بتاعي هيبقى فيري نارو، تمام، زي الرسمه دي فيري نارو. طيب لما الجاما بتاعتي بتبقى كبيره
الفانكشن دي ايه اللي بيحصل لها؟ هتقل بصورة كبيرة جدا. تمام؟ يبقى بشكل ما ان البوينت اللي هتبقى فيري كلوز للسنتر سي، طبعا ده سي كفيكتور او السنتر بتاع الداله، وبالتالي النقاط اللي هتبقى قريبه جدا من السنتر سي هي اللي هيبقى لها سيجنيفيكانت انفلونس على الكيرنل اوتبوت. هنا بتكلم لما كانت جاما ايه؟ لما كانت جاما كبيره. تمام؟ يبقى لما جاما كبيره الداله دي هتقل بصوره كبيره جدا. تمام؟ وبالتالي النقاط القريبة جدا من السنتر هي اللي هيبقى لها تأثير كبير جدا على الكيرنل اوت، وبالتالي الديسيجن باوندري هيبقى هايلي انفلونسد، هيبقى بيتأثر بشكل كبير بالانديفيدوال داتا بوينت، وده بشكل ما هيخلي لك السطح بتاعك مور كومبلكس، واحتمال اكتر ان انت تروح على اوفر فيتد مين، اوفر فيتد موديل، او ان الموديل بتاعك ما يقدرش يعمل جنرالايز بشكل مين، بشكل كويس. كده اللي عاوز اقوله ان الجاما كل ما صغرت كل ما حضرتك كنت ماشي في اتجاه الاندر فيتنج، كل ما الجاما كبرت كل ما حضرتك كنت ماشي في اتجاه الاوفر فيتنج، محتاج جود كومبرومايز ما بين القيمتين، وبالتالي القيمه دي بتتحسب عن طريق مين؟ عن طريق الكروس فاليديشن. تمام؟ زي ما قلت ادي شكل الداله بتاعت حضرتك، لو انت فاكر موضوع البلانكت وان انا برفع التراينجل لفوق بعمل بنش واعمل بوش داون للسكويرز. تمام؟ دي السمول بتاع مين؟ السمول جاما، ودي بتعمل اندر فيتنج. تمام؟ ده الميديوم بشكل ما، لكن لو بصيت بقى ان انت عملت لارج، اوكي لارج جاما، وكانك بتعمل ديسيجن باوندري حوالين النقاط زي ما انت شايف كده. تمام؟ ودي هيبقى مشكله فيها بتاعت مين؟ الخاصه بالجنراليزيشن. زي ما قلت في بدايه المحاضره ان في سبيشاليزد كيرنل، ودي بشكل ما موجوده لكن استعمالها نادر، زي الكيرنل المخصوصه او بتتعامل مع الداتا استراكشر. في كمان string kernel. تمام؟ ده بستعمله مع الـ classifying بتاع الـ text document أو الـ DNA sequence. تعال نشوف مثال بسيط جدا على dataset. dataset اللي قدامي فيه أربع نقاط A و B و C و D و E، ودول عبارة عن two dimensional dataset لها X1 feature و X2 feature أو two column X1 X2، ودي الـ class يا إما الـ label plus 1 أو minus 1. تمام؟ البيانات اللي قدامي دي not linearly separable، not linearly separable dataset. تمام؟ زي ما قلت ده شكل الموديل الخاص بيه الراديال بيزس فانكشن، وتعالى نفترض قيمه افتراضيه ان الجاما بتاعتي 0.54 سمبلستي. طبعا القصه بتاعتنا زي ما قلنا ان احنا بنروح نضع لاند مارك عند ايتش داتا انستانس، وبالتالي تعال نشوف او نضيف كولوم اسمه سيميلاريتي 1 او سيميلاريتي A، اللي هي بتجيب السيميلاريتي بين بوينت A و B و C و D و E. تمام؟ وبعدين سيميلاريتي بي اللي هجيب السيميلاريتي بين الاي، بين البي والاي، بين البي والبي، بين السي او البي والسي، بين البي والدي، بين البي والاي، وهكذا. تمام؟ زي ما قلت ان انت محتاج تعمل القصه دي، فالكيرنل ماتريكس كاني هعبر بيها عن كي، وهتبقى 5 في 5 ماتريكس. تمام؟ تعال نشوف بالنسبه للبوينت ايه. بوينت ايه انت عاوز تجيب بين الاي والاي داش، اللي هو الاي ونفسها يعني. طبعا الاي ونفسها فانت عندك 2 دايمنشنال، هيبقى الديستانس ما بين الاثنين اللي هو الجذر التربيعي ما بين المربعات الاكس، الفرق بين الاكس والفرق بين الواي. فطبعا النقطه 1 و2، ايه السيميلاريتي بين 1 و2؟ طبعا ده اعلى نقطه لان انت عند السنتر بتاع الداله، فيبقى اكسبوننشال 0 اللي هو كام؟ 1. لكن لو حبيت تبحث بين الاي والبي، ارجع كده الاي والبي، ادي ايه وده بي، الفرق بين ده وده 1 و2، الفرق 1 تربعه يديك 1، 2 و1 مربعه 1، الفرق 1 ومربعه 1، يبقى 1 1 ب 2، اوكي؟ ف 2 دي اللي انت جبتها مع كده، 2 مضروبه فين؟ ها، تاني كده، انا عملت ايه؟ جبت الفرق تربيع اهو، ما بين الواحد والاثنين ده 1 وربع يديك 1، و2 و1 1 ومربع 1، 1 1 بيساوي 2، 2 ومضروبه في نص بالسالب يبقى سالب 1، واديك القيمه دي. لو حبيت تشوف مثلا القيمه دي بين الاي والدي، انا اسف، ادي الاي والدي، يبقى 1 و3 الديفرنس 2 سكوير ب 4، 2 و3 الديفرنس 1 سكوير ب 1، 4 و1 يديك 5، 5 في سالب نص يديك سالب 2.5، اهو سالب 2.5 يطلع القيمه دي. نفس الكلام تقدر تجيبها بين الاي والاي. لاحظ هنا احنا بنحسب السيميلاريتي مع الاي، اوكي؟ فيبقى عندي كولوم هيبقى سيم اي مثلا، سيميلاريتي اي،
وده القيمة الأولى، الثانية، الثالثة، الرابعة، الخامسة. هتعمل الكلام ده أوكي مثلا بوينت بي، ها طبعا بي وبي يديك واحد لأن النقطة سيميلار مع نفسها، بي وإي هي نفس القيمة بتاعت الإي والبي لو رحت بصيت عليها. لو حسبت البي والإي، تعال نشوف البي والإي كده، آدي البي وآدي الإي، فاتنين وتلاتة الدفرنس واحد سكوير واحد، واحد واحد الدفرنس زيرو سكوير زيرو، يبقى ده واحد تمام كده، واحد في نص يبقى اكسبوننشال ماينس نص، تطلع زي ما تطلع اكسبوننشال ماينس نص اللي هي اعتقد حاجه شبيهه بالنقطه دي كده اللي هي 6 0 6 5 اهي 6 0 6 5 تمام. طبعا تقدر تعمل الكلام ده كله بالنسبه للخمسه اللي انت ضفتهم بقى، هتلاقي هنا طبعا السيميلاريتي ايه مع ايه، بي مع بي، سي مع سي، دي مع دي، واي مع اي، وباقي القيم هتلاقي هنا في سيميلاريتي اوكي اللي هو القيمه دي هنا وهكذا تمام. وبالتالي الكيرنل ماتريكس دلوقتي كومبيوتد، فالسبورت فيكتور كلاسيفاير الجوريثم هيستعمل الماتريكس دي بدل الاوريجينال فيتشر، ويبقى عنده الخمسه فيتشر اللي موجودين قدام حضرتك تمام، وعمل دروب للباقي عشان يجيب الاوبتيمال هايبر بلين في الترانسفورمد سبيس. زي ما قلت ان الراديال بيز فانكشن كيرنل من خلال السيميلاريتي بتسمح للسبورت فيكتور كلاسيفاير ان يعمل مابنج للانبوت داتا للهاير دايمنشنال سبيس اللي البيانات فيها بتكون عندها فرصة أكبر إن تكون سيبرابل. طيب الكودينج بقى، زي ما قلت لحضرتك إن أنت مثلا عندك تو سيركل ديتا، عندك بيانات عبارة عن تو سيركل، عملت ريد سي اس في للتو سيركل سي اس في، بعدين دي الفيتشر والليبل ورسمت تمام، ده ليبل 1 اللي هو التراينجل وليبل 0 اللي هو السكوير. بعد كده ده السبورت فيكتور كلاسيفاير الكيرنل، ها راديال بيز فانكشن لان السبورت فيكتور كلاسيفاير بيتيح اكتر من كيرنل، الجاما بتاعتي 0.1 تمام، والجاما زي ما اتفقنا كل ما القيمه بتاعتها زادت كل ما دخلنا في قصه الاوفر فيتنج، كل ما القيمه بتاعتها قلت كل ما دخلت في قصه الاندر فيتنج، ومحتاج جود كومبرومايز ما بين الاثنين تمام. لما تيجي تبص كده تلاقي خلاص هو نجح بشكل ما عمل السيركل، طبعا في نقاط تم تصنيفها خطا لو انت شايف اوكي، لكن بشكل ما اجمالي الاكيورسي 0.87، وطبعا زي ما حضرتك شايف ان ده مش لينير خالص تمام. لكن لو حبيت تزود الجاما بقت بواحد، هتلاقي بشكل ما الدايره او الاليبس اللي كان موجود قدامك ده بدا فيه يبقى فيه تعرجات اكتر، وبدا كمان ان القصه بتاعت الاكيورسي زادت شويه، فالاكيورسي 0.9 بس جاما بكام؟ بواحد. لو عملت جاما ب 10 تلاقي الكيرف بقى اكتر فيه انحرافات اكتر عشان يدخل النقاط وكانه بيحاول يميمورايز الداتا تمام؟ زي ما انت شايف كده، والاكيورسي بتاعته بقت 96%. لو خليت الجاما ب 100، الجاما ب 100 هتلاقي الاكيورسي زادت جدا وبقت 0.99 تمام؟ على نفس الكود طبعا. وطبعا كده واضح تاثير مين؟ تاثير الجاما. لكن اللي عاوز اقوله ان انت شغال على الباكج اس في سي سبورت فيكتور كلاسيفاير، وبتحكم في مين؟ بتحكم في الكيرنل. طيب زي ما قلنا ان انا عندي اكتر من الجوريثم سواء كان في كيرنل او ما فيهوش، ولو في كيرنل يا ترى هستعمل البرونوميال ولا الراديال بيز فانكشن. كمان في اكتر من باكج بتسمح لحضرتك تعمل كاستمايز عشان تشتغل سبورت فيكتور، مين فيهم بقى اولى ان اشتغل بيه؟ والله الموضوع ده بناء على الابلكيشن وبناء على الداتا سيت وحجمها اللي موجود معاك. زي ما قلنا ان انت عندك اكتر من كيرنل، هاو كان يو ديسايد ويتش وان تو يوز، اقدر اختار ازاي؟ القصة بس البسيطة اللي عاوز اقولها لحضرتك ان في لينير اس في سي اللي هو اللينير سبورت فيكتور كلاسيفاير، دي كلاس ودي سريعة من السبورت فيكتور كلاسيفاير، دي كلاس ودي كلاس. هنا ده لينير زي ما انت شايف اوكي، واسرع من الاس في سي. هنا الاس في سي، هنا انا بتكلم على اللينير اس في سي ده ما فيش فيه كيرنل اوكي، هو نفس الكلاس بتاع الاف الاس في سي لكن انا عامل له كاستمايز من الكيرنل لينير، فكانه لينير يعني ده لينير سيبريشن وده لينير سيبريشن، لكن دي باكج ودي باكج، ده كلاس وده كلاس تمام. فاللينير اس في سي المباشره دي ماتش فاستر عن الاس في سي اللي انت ظبطتها تشتغل لينير. وعامه لو كان التريننج سيت از فيري لارج، البيانات بتاعتك اللي انت تدرب عليها الموديل فيري لارج تمام، لو ما كانتش فيري لارج يبقى انا ممكن بشكل ما لو بياناتك مش فيري لارج والله ممكن تجرب مين؟ الكيرنلايزد اس في ام، تقدر تحط كيرنل بقى. يبقى لو بياناتك كبيره يفضل تستعمل ده عن ده، لو كانت البيانات مش كبيره قوي، انت عارف ان السبورت فيكتور ماشين اصلا بيأدي فيه السمول والميديوم سايزد داتا سيت،
لو كانت البيانات مش كبيرة قوي اقدر ان انا احط مين، احط الكيرنل، وعامه يفضل ان تبدأ بالجاوس كيرنل عن البولينوميال. طيب ليه بقى ده اسرع بشكل ما؟ اللينير سبورت فيكتور كلاسيفاير مبني على لايبراري معينة اسمها ليب لينير، ودي بت امبلمنت اوبتمايزد الجوريثم معمول له اوبتمايزيشن للينير اس في ام. دي زي ما قلت مفيش فيها كيرنل تريك، بس سكيلز اولموست لينيرلي، يعني الكمبيوتيشن بتاعتها بتمشي بشكل ما لينير مع النمبر اوف تريننج انستانس، ما عندهاش مشكله لو الداتا سيت بتاعتك كبيره زي ما انا قلت في الاول، تمام، او النمبر اوف فيتشر، لو النمبر اوف فيتشر زاد ما عندوش مشكله. يبقى السكيلنج لو انت زودت التريننج انستانس ما عندوش مشكله، لو زودت النمبر اوف فيتشر ما عندوش مشكله. ده اللي هو مين لينير اس في سي، لكن مشكلته ما عندوش مين، ما عندوش كيرنل، لكنه اسرع من السبورت فيكتور كلاسيفاير. الكيرنل بتاعته لينير، يعني كانه شغال لينير، تمام. التريننج تايم كومبلكستي، الوقت اللي انت بتعمل فيه تريننج، البيج او بتاعته ام في ان، حيث الام طبعا النمبر اوف انستانس والان النمبر اوف فيتشر. اما السبورت فيكتور كلاسيفاير كلاس دي اللي بتتيح لك الكيرنل سواء كان لينير او بولينوميال او راديال بيز فانكشن، دي مبنيه على الليب اس في ام لايبراري، تمام، اللي بتسبورت مين، بتسبورت الكيرنل، لكن مشكلتها في التريننج تايم كومبلكستي اللي هي البيج او بتاعتها ام سكوير في الان او ام تكعيب في الان على حسب طريقه الامبلمنتيشن. وده معناه ان هي بشكل ما بتبقى بطيئه جدا، سلو داون، لما النمبر اوف تريننج انستانسز جيت لارج، لما عدد البيانات بتاعتي اللي انا بدرب عليها تبقى كبير، هيبقى الاس في ام ده او الاس في سي كلاس هيبقى بطيء جدا، تمام كده، لو انت بتتكلم في مئات الالاف من الانستانسز. وبالتالي الالجوريثم ده زي ما قلت بيست لمين بقى؟ للسمول اند ميديوم سايزد نون لينير تريننج سيتس، تمام. طيب في كمان حاجه تانية اسمها السبورت فيكتور، عفوا الاستوكاستيك جريدينت ديسنت كلاسيفاير، ده سمعناه في شابتر 4 في الكتاب الخاص بالتريننج موديل، تمام. فالاستوكاستيك جريدينت ديسنت كلاسيفاير ده لينير كلاسيفاير، وده السايكت ليرن متاح فيها، اوكي، وزي ما قلت ده استوكاستيك جريدينت ديسنت كلاسيفاير، وده بشكل ما معمول الافيشنت تريننج، ان هو بيدرب بصوره كفئه على اللارج سكيل داتا سيت. ده بيستخدم الاس جي دي للاوبتمايزيشن، اللي هو بيعمل ابديت للموديل بارامتر انكريمنتالي فور ايتش تريننج سامبل. يعني ايه؟ يعني وهو بيشتغل اونلاين يجيله مثال يبدا يعدل من نفسه وتعليمه، بس ما بيبداش فروم سكراتش، تمام. وده ممتاز جدا وكفء جدا لللارج داتا سيت، وهنشوف مزايا دلوقتي، تمام. زي ما قلت ان انت ممكن تعمل، هو ايه ليه تم ذكر الاستوكاستيك جريدينت ديسنت هنا في المحاضره الخاصه بالسبورت فيكتور ماشين؟ لان الباكج دي او اللايبراري دي اقدر ان اعملها كونفيجريشن عشان تشتغل باكتر من حاجه، منها ان تشتغل لينير سبورت فيكتور ماشين اس في ام، عن طريق ان انا اظبط اللوس فانكشن بتاعتي اللي هي اخليها هنج او اخليها لوج عشان يشتغل لوجيستيك ريجريشن، او موديفايد هوبر او سكويرد هنج، اقدر ان انا اعدل في اللوس فانكشن باكتر من طريقه. لكن ما يهمني هنا ان انا بتعديل اللوس فانكشن بتاعتها ان انا خليتها هنج اقدر اخليها لينير سبورت فيكتور ماشين، تمام. وطبعا الباكج دي كمان او الكلاس دي كمان بتتيح ليك الريجولاريزيشن L1 و L2، تمام، والالاستيك نت، تمام كده، عشان امنع مين؟ امنع الاوفر فيتنج. الاستوكاستيك جريدينت ديسنت بيسبورت الاونلاين ليرنينج من خلال داله اسمها البارشال فيت، اللي بتسمح بشكل ما ان هي الموديل ان هو يابديت مع النيو باتشز بدل ما يبدا من اعاده التدريب فروم سكراتش، ودي النقطه او الميزه اللي بنتكلم عليها في الاستوكاستيك جريدينت ديسنت. طبعا الاستوكاستيك جريدينت ديسنت اللي انا بقدر اعمل له كاستمايزيشن عشان يشتغل كانه سبورت فيكتور ماشين لينير، دي ايديال للداتا سيت اللي فيها لارج نمبر اوف سامبل، اللي عدد التريننج داتا بتاعتها كبيره جدا والفيتشر بتاعتها، اللي عامه التراديشنال الجوريثمز بتبقى بالنسبه لها كومبيوتيشنال اكسبنسيف، تمام. كمان هو مناسب مع كده للسيناريو اللي فيه الداتا ما بتبقاش كلها موجوده في وقت واحد، ان الداتا بتصل الى النظام من خلال ستريمز او باتشز، تمام. لما بحتاج بشكل ما
ان انا اعمل او الاستوكاستيك جريدنت سنت كلاس ده او اللايبرري دي اقدر اعملها كاستمايزيشن من خلال ان انا اغير لوس فانكشن بتاعتي والريجولاريزيشن ميثود. ما دي كلها بارامتر موجوده اقدر العب فيها بحيث ان احوله من موديل الى موديل اخر زي ما شفنا في اللوس فانكشن. المزايا بتاع التريننج موديل الكبيره قوي انها بتهندل اللارج سكيل والهاي دايمنشنال داتا افشنتلي، يعني الدايمنشن لما تكون كبيره والبيانات بتاعتي كبيره جدا فبشكل ما الاستوكاستيك جريدينت ديسنت ممتاز جدا واقدر نظبطه زي ما قلنا ان يشتغل سبورت فيكتور. كمان الفاستر تريننج تايم، الوقت بتاع التدريب سريع جدا كومبيرد المين للباتش الجوريثم. كمان بتسمح بالاكستنسيف تيونينج للهايبر بارامتر، تمام. لكن الليميتيشن بتاع الاستوكاستيك جريدينت ديسنت، اولا السنسيتيفيتي بتاعه الهايبر بارامتر، يعني بشكل ما محتاج كيرفل تيونينج ليرنينج ريتس وريجولاريزيشن تايبس. كمان الكونفرجنس بتاعته عنده مشكله، مش عشان هو سبورت فيكتور ماشين، لان هو شغال بالمقارنه مع الباتش، يعني اوفرول اون افريج السيستم بيتضرب لكنه زجزاج زي ما شفنا في شابتر 4، تمام. كمان القصه دي بشكل ما هو حساس لانه شغال اتريتيف فهو حساس للفيتشر سكيلينج، فلابد ان اعمل سكيلينج في الاول عشان اعمل اوصل الى الاوبتيمال بيرفورمانس. طبعا من ضمن المزايا اللي تم ذكرها دلوقتي حاليا هو موضوع الاوت اوف كور سبورت، والمصطلح ده قلته قبل كده انه قدره اي الجوريثم او اي سوفت وير ان يتعامل مع داتا بدون ما تكون كامله او بدون ما تكون متخزنه فيت انتايرلي في الكمبيوتر مين ميموري، البيانات كلها مش كامله. فبدل ما بحمل الانتاير داتا سيت ات وانس، الاوت اوف كور الجوريثمز بيقرا وبيعمل بروسس للداتا ان سمولر، مقسمها الى تشانكس او مقاطع اقدر نتعامل معها. الابروتش ده اللي هو الاوت اوف كور سبورت بيقلاو الهاندلنج بتاعه اللارج سكيل داتا سيت اللي حجمها اكبر من السيستم ميموري كاباسيتي، والاوبشن ده مش موجودة الا في الاستوكاستيك جريدينت ديسنت كلاسيفاير اهو. اما بقى اللينير اي سي في سي طبعا دي التايم كومبلكستي اللي شفناها في خلال الشرح. الاوت اوف كور ده ميزته الاس سي جي دي سي كلاسيفاير، والسكيلينج ريكوايرد طبعا كلهم محتاجين سكيلينج، لكن الكيرنل طبعا اللينير اي سي في سي شغال لينير ما فيش فيه كيرنل، لكن الاي سي في سي بقى تقدر تشغله لينير وتقدر تشغله بولونوميال كيرنل وراديال بيزس فانكشن، وبالتالي فيه مين موضوع الكيرنل السبو الاستوكاستيك جريدينت ديسنت كلاسيفاير مفيش فيه مين، مفيش فيه الكيرنل. طيب لو انت عندك بقى سبير تايم وعندك كومبيوتينج باور ما عندكش مشكله في الوقت والكومبيوتينج باور، تقدر تاكسبيرمنت مع اذر كيرنل باستخدام مين الهايبر بارامتر سيرش، تمام. طبعا لو البيانات بتاعتك محتاجه سبيشالايزد كيرنل ما عندكش مشكله ان انت تشتغل بيها او تبدا بيها. ده اليوز كيسز او امتى اختار اي الجوريثم او مدى السيوتابيليتي ما بين الالجوريثم وبين الابلكيشن، سواء كنت بتتكلم في حجم الداتا سيت، سواء كنت بتتكلم في الكونفرجنس بتاع الموديل، سواء كنت بتتكلم في الدايمنشناليتي، سواء كنت بتتكلم في الجزء بتاع الاوت اوف ايه الاوت اوف كور سبورت. طبعا لو حبيت تكود الكلام ده او تعمل كاستمايز للاستوكاستيك جريدينت ديسنت كلاسيفاير، طبعا هنا في بايب لاين اهوت موجود عمل سكيلينج فيتشر سكيلينج، اللوس بتخليها هينك عشان تقدر تشتغل لينر اس في ام، في عندك بنالتي واخد ال L2 تمام، في عنده البارامتر او قوه الريجولاريزيشن الريجولاريزيشن سترينث الفا، وعنده الماكس ايتريشن وعنده التوليرانس وهكذا، وتقدر بقى تستعمل الكلاسيفاير دوت فيت تعمل فيتنج، وتقدر تعمل بريدكتنج للديتا، وتقدر تحط البيانات بتاعتك مكان الديتا اللي احنا عاملين لها جنريشنها، تمام. وعشان تجيب الاي سي دي سي تقدر فروم سايكليك لين لينير موديل. ما تنساش ان الاستوكاستيك جريدينت ريسنت كلاسيفاير هو عباره عن مين، عباره عن لينير موديل، تمام. طيب كل ده كنا بنتكلم في الشابتر على ان السبورت فيكتور كلاسيفاير او سبورت فيكتور ماشين سواء بكيرنل او بدون كيرنل كان بيشتغل كلاسيفاير. هل ممكن النظر اليه على انه ريجريشن؟ هل ممكن اعمل له امبلمنتيشن عشان يعمل ريجريشن عشان يبريدكت كونتينوس فاليو؟ زي ما حضرتك عارف ان القصه دي عشان تعملها فانت محتاج ان الاوبجكتيف بتاع السبورت فيكتور ريجريسور ان انت تفايند فانكشن، الفانكشن دي اللي بتعمل مابينج او بتعمل ابروكسيميت للريليشن شيب بين الانبوت فيتشر وبين الكونتينوس اوت فاليو،
تمام. القصة دي في السنتر منها هو موضوع الإبسلون تيوب، تمام؟ يعني بدل instead of requiring ان الموديل يباص اكزاكتلي ثرو ايفري داتا بوينت، انت كنت عاوز كده، كنت عاوز الفانكشن بتاعتك او عاوز الكيرف اللي انت بتعمل له ابروكسيميشن او عاوز الفانكشن مابينج او عاوز الكونتينوس فاليو بتاعتك او عاوز الفانكشن تمر بجميع النقاط. هنا لا، الفكره دي شويه بنقول ان هيمر في تيوب، التيوب دي الدبس بتاعها او الويدث بتاعها اسمه ايه؟ اسمه ابسلون، تمام؟ فالاس في ار بيالاو مارجن اوف توليرانس على حسب مين؟ على حسب الابسلون، تمام؟ within which البريدكشن كان ديفييت، مسموح للبريدكشن، مسموح للكونتينوس فاليو، مسموح للموديل بتاعك ان هو ينحرف قليلا عن الاكشوال فاليوز بدون ما يبقى ده مشكله او بدون ما يتطلب بناليتي، تمام؟ المارجن ده هيبقى بيعرف التيوب اللي الويدث بتاعها مين؟ ابسلون. فالجول بتاعتك دلوقتي ان انت فايند فانكشن اللي بتعمل فيت within mean epsilon tube as closely as possible، تمام؟ فبدل ما كنت حضرتك بتحاول تفيت اللارجست بوسيبل ستريت، لو انت فاكر كنت بتحاول تجيب ستريت في الكلاسيفاير وبتحاول تخلي النقط اوف ستريت بعيده عن الشارع ده، لا، الوقت بقى انت عاوز تعمل ايه؟ عاوز تخلي الكل موجود على الشارع ده، تمام؟ instead of trying to fit the largest possible street between two classes while limiting ومش عاوز margin violation، لو انت فاكر استخدام ال SV في او ال SVM كclassifier، هنا لا، support vector machine regression بيحاول بشكل ما ان يفت as many instances as possible على مين؟ على ال street، تمام؟ while limiting margin violation. الويدث بتاع الستريت ده اقدر اعمل له كنترول عن طريق مين؟ عن طريق الهايبر بارامتر مين؟ ابسلون. يعني ايه الكلام ده؟ يعني حضرتك دلوقتي ان انت لو عملت ريديوس للابسلون يبقى ضيقت التيوب شويه، يعني وصلتها كانها خط بدل ما تبقى تيوب، يبقى ريديوس الابسلون هيزود النمبر اوف سبورت فيكتور اللي موجوده مع كده، ويتش ريجولارايز ذا مين؟ ذا موديل، تمام؟ لما الابسلون بتاعتي از ريديوسد، انا زودت الابسلون فكبرت مين؟ كبرت التيوب، ما بقتش التيوب ضيقه، ما بقتش النقاط كلها كانها على خط، بقت النقاط كلها داخل انبوب، صح؟ وبالتالي داخل انبوب ما بقاش الخط ماشي على النقاط تحديدا، لا، ده سمحت بمقدار من الخطا، وبالتالي كده كان عامل ريجولاريزيشن. لكن لما الابسلون تريديوس يبقى انت قللت السمك بتاع التيوب. طب هو فين السمك بتاع التيوب ده؟ خليك معايا بس، هو ده مثلا، اوكي؟ يعني ده الستريت اللي انت فاكره، فالابسلون بتاعتك كانت 0.5 فالخطين بالشكل ده، لكن لو خليت الابسلون 1.2 الخطين وسعوا، فكل ما الخطوط توسع هو ايه ده؟ ده مش ما تبصلوش على انه كلاسيفاير، بصوا على انه فانكشن بتعمل ابروكسيميت للديتا، فكان الخط كده، بس الخط مسموح له بالخطا بمقدار مين؟ بمقدار ابسلون، فانت مش ماشي تحديدا على النقاط، فانت عملت ديفيشن عن الخط الاصلي. الديفيشن هنا مش خطا كما في السابق، لا، الديفيشن ده مسموح بيه، وبالتالي بقى كانك عملت ريجولاريزيشن، فكل ما الابسلون زادت اي نعم بقى عندك خطا، لكن الموديل بشكل ما هيجنرالايز بشكل كويس، والموديل بشكل ما كانه اتعمل له ريجولاريزيشن. لكن كل ما الابسلون تقل، قيمتها تقل، يبقى ما بقاش فيه انبوب او اتساع الانبوب ده، واتساع الانبوب ده كانك بالظبط ماشي على خط بيحاول يفت كل البوينت، صح؟ وبالتالي كده انت عملت اوفر فيتد موديل. ده تاثير مين؟ تاثير الابسلون. نرجع للقصه بتاعتنا بقى. يبقى انت لما الابسلون بتقل الويدث او العرض بتاع الابسلون تيوب ديكريز، وده بشكل ما بيالاو ليس ديفيشن فروم ذا بريدكتد فانكشن ويزاوت انكيرنج ابيناليتي، تمام كده؟ يعني بشكل ما الموديل بتاعي بقى مور سنسيتيف تو سمول ايرور، اوكي؟ طيب ده شكل الكود بتاعنا معاه كده الخاص بالسبورت فيكتور ماشين. هنا بنتكلم بقى على ريجريشن. لما تبص على البايب لاين اللي موجوده، عملت سكيلينج في الاول لان حضرتك عارف ان كل السبورت فيكتور كلاسيفاير او ماشين هي مور سنسيتيف للسكيلينج، بتأدي بشكل كويس لما تعمل سكيل او فيتشر سكيلينج، فالخطوه الاولى بتعمل سكيلينج. ثم استعملت اللينير اي سي في ار، لينير اي سي في ار، هنا بقى الابسلون بتاعتك 0.5، تمام، والديوال تري والراندوم ستيت عشان الريبروديوسابيليتي ب 42، وزي ما انت شايف البايب لاين بتاعتك بدأ بستاندرد سكيلر ثم لينير سبورت فيكتور ريجريشن، وعملت فيتنج للاكس والواي، تمام.
ادي اعتقد ده نفس الكود اللي كان في الجزء ده هو تمام. القيمه بس ايبسلون كانت ب 0.5، ايبسلون ب 0.5 تمام. وادي الشكل بتاعي، وعلى حسب التحكم في مين الابسلون سواء كنت هتحطها ب 0.5 او 1.2 شفنا التاثير بتاعها تمام. لو حضرتك ده كان هنا لينير، لينير كلاسيفاير. لو حضرتك حبيت بقى ان انت مش انا مش لينير كلاسيفاير انا اسف لينير ريجريشن، لو انت حبيت بقى ان انت عندك كيرف وبتعمل فيتنج لبيانات نون لينير، فانت محتاج ان انت تجيب نون لينير، وطالما نون لينير تقدر تستعمل مين؟ الكيرنل. فالكيرنل هنا عملته بولي، والديجري بتاعتك كام؟ تي، وده تاثير السي لو انت فاكر اوكي، وتاثير الابسلون عشان يضيق الشارع او يكبره عشان يسمح بديفيشن او ما يسمحش بديفيشن، ودي الشكل اللي طالع من الاكواد او الريجريشن اللي طالعه من الاكواد. طبعا ده نهايه شابتر، اعتقد شابتر 5 اللي اتكلمت فيه عن السبورت فيكتور كلاسيفاير والسبورت فيكتور ماشين، اتكلمت على الكيرنل وقارنت ما بينها. اتمنى في ختام الشابتر ان الامور تمشي يعني كما يجب، وان تكونوا حضراتكم مستمتعين معانا بالشابتر. طولنا شويه معلش اللي انشغلنا في محاضرات بقى العام الدراسي بدا، فان شاء الله يعني اعذرونا، وان شاء الله نحب نسمع منكم على الدوام، وربنا يا رب ينصر اهالينا في كل مكان، ربنا ينصرهم ويثبتهم، ونسمع اخبار كويسه كده على الدوام ان شاء الله، وربنا يحفظ بلادنا وديارنا وديار المسلمين. وزي ما بيقول ما يعني ما كان من توفيق فمن الله، وما كان من خطأ أو نسيان فمني ومن الشيطان. ومنتظر أسمع من حضراتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مش ناسي أقول لحضراتكم إن ده نهاية شابتر 5، إن شاء الله نلتقي مع بداية شابتر 6 إن شاء الله. شكرا جزيلا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.